السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات الصف العاشر مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، أرحب بكم معي مجددا في استكمال دروس مادة الأحياء، ومعكم دائما معلمة المادة ولاء محمد. لنتذكر سويا رؤية مدرستنا، وهي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. كما تعودنا دائما، لدينا قيمة لكل أسبوع، وقيمة هذا الأسبوع هي بعنوان التطوع. ففي الحياة تسمو بقدر ما تعطي لا بقدر ما تأخذ. تعالى في كتابه الكريم عن التطوع: فمن تطوع خيرا فهو خير له، صدق الله العظيم. تذكرنا معي دائما أخذ الإجراءات الاحترازية، وهي ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة الأمان وإبعاد يدنا عن وجهنا، وأيضا الحرص على التعقيم دائما باستخدام الماء والصابون وباستخدام المعقم أيضا. لنبدأ معا درس اليوم، وعنوان درس اليوم: المملكة الحيوانية. ولنسأل أنفسنا أيضا في هذا الدرس: هل الفيروسات تصنف ضمن أنظمة التصنيف؟ بالتعرف على أهداف درس اليوم: أولا، في نهاية الدرس سوف نتعرف على الخصائص العامة للمملكة الحيوانية، ونعدد الخصائص المميزة للفيروسات، وأيضا سوف نجيب على تساؤل: هل تصنف الفيروسات ضمن أنظمة التصنيف أم لا؟ فابدأي معي وأعيريني انتباهك عزيزتي الطالبة. بداية لنبدأ معا تهيئة صغيرة لنعدد معا الممالك الست للتصنيف الحديث. نعم، البكتيريا القديمة، البكتيريا الحقيقية، الطلائعيات، الفطريات، النباتات، الحيوانات. أحسنتن عزيزاتي الطالبات. سوف أطلب منك إيقاف الفيديو وقراءة الفقرة الخاصة بالمملكة الحيوانية في صفحة 26، ثم لنجيب معا على هذه الأسئلة. والآن ابدأي معي لنعدد معا الخصائص المميزة للمملكة الحيوانية. نعم، إنها المملكة المميزة بين بقية الممالك، فالكائنات الموجودة فيها دائما متعددة الخلايا وغير ذاتية التغذية، وتستطيع الاستجابة للمؤثرات الخارجية كالإحساس والحركة والتكاثر والتغذية والإخراج. ما هي طريقة التكاثر في المملكة الحيوانية؟ نعم أحسنتن، إنه تكاثر جنسي، أي اذكري الشعب الأساسية للمملكة الحيوانية. الآن أجيبيني من قراءتك للفقرة. نعم، إنها تنقسم إلى شعبة الفقاريات واللافقاريات، أو الحبليات واللا حبليات. ما نوع التغذية في المملكة الحيوانية؟ نعم، إن جميع أفراد الكائنات المملكة الحيوانية غير ذاتية التغذية، أي لا تستطيع صنع غذائها بنفسها، فهي تعتمد على غيرها في الحصول على الغذاء. والآن عزيزتي الطالبة، لنسأل أنفسنا: هل يمكننا تصنيف الفيروسات ضمن أي مملكة من الممالك الستة التي قمنا بدراستها؟ نعم، إن الفيروسات لا يمكن تصنيفها ضمن أي مملكة من الممالك الست للكائنات الحية، فهي تم اكتشافها على يد العالم الروسي ديمتري إيفانوفسكي،
حيث اكتشف كائنات صغيرة الحجم جدا، وفي البداية لم يتمكن من دراستها حيث أنها صغيرة جدا أو أصغر الكائنات الموجودة على وجه الأرض، وكذلك لم يكن هناك أي تقدم من حيث التقنيات المجاهر وغيرها، ولذلك أطلق عليها اسم الفيروسات أو ما يعني باللاتينية المادة السامة. فالفيروسات عزيزتي الطالبة لا تتكاثر ذاتياً، أي لا يمكنها التكاثر إلا داخل خلية العائل أو الكائن الحي الذي تتطفل عليه كالإنسان والنبات والحيوانات. والفيروسات أيضاً لا خلوية، أي جسمها لا يتكون من خلايا، فهي عبارة عن مادة وراثية من الـ DNA أو الـ RNA محاطة بغلاف بروتيني. وأيضاً الفيروسات لا تستطيع الاستجابة للمؤثرات الخارجية، فلا يمكنها الإحساس ولا التكاثر ولا الحركة ولا التغذية، ولذلك لا يمكن وصفها بالكائنات الحية ولا تصنيفها ضمن أي مملكة من ممالك التصنيف الحديثة الممالك الست. والآن إذا سألنا أنفسنا هذه الأسئلة المطروحة لنفسر: هل الفيروسات كائنات لا خلوية؟ هل الفيروسات لماذا الفيروسات لا تتكاثر ذاتيا؟ ولنصنف أو نصف الفيروسات حسب التركيب الداخلي لها. أولا، الفيروسات كائنات لا خلوية، وذلك لعدم احتوائها على سيتوبلازم أو عضيات. والفيروسات لا تتكاثر ذاتيا لأنها لا يمكنك التكاثر إلا داخل خلية العائل الذي تتطفل عليه، كما ذكرت لك سابقا يمكنها التطفل على الإنسان أو النبات أو الحيوان. وهي عزيزتي الطالبة متخصصة، فالفيروسات التي تصيب الإنسان لا يمكنها أن تصيب النبات ولا يمكنها أن تصيب الحيوان. والآن لنصف التركيب الداخلي للفيروسات. إنها عزيزتي الطالبة محاطة عبارة عن مادة نووية أو حمض نووي من الـ DNA أو الـ RNA محاط بغلاف بروتيني خارجي للحماية. ما اسم العالم عزيزتي الطالبة الذي اكتشف الفيروسات لأول مرة؟ هو العالم إيفان إيفانوفسكي. والآن عزيزتي الطالبة لنسأل أنفسنا: لماذا لا يصنف العلماء الفيروسات ضمن أنظمة التصنيف؟ والإجابة الآن أمامك عزيزتي الطالبة: لأنهم وجدوا أنها كائنات غير حية، كما أنها لا تستطيع الاستجابة للمؤثرات الخارجية، أي لا يمكنها الإحساس بأي مؤثر خارجي، وأيضاً لا يمكنها القيام بالأنشطة الحيوية كالتكاثر والإخراج والتنفس وغيرها من الأنشطة الحيوية، ولذلك اتفق العلماء على عدم تصنيف الفيروسات ضمن أي مملكة من الممالك الست. في النهاية عزيزتي الطالبة، سوف أطرح عليك بعض الأسئلة في هذه البطاقات الملونة، وأريد منك الإجابة عليها لنقيم فهمنا لموضوع الممالك الست. أولاً، صنفي المملكة الحيوانية حسب طريقة التغذية. أحسنتن عزيزاتي، بالفعل إنها كائنات غير ذاتية التغذية، أي لا تستطيع صنع غذائها بنفسها. أما السؤال الثاني فهو: فسري الفيروسات لا تتكاثر ذاتياً. بالفعل عزيزتي الطالبة، حيث أنها لا يمكنها التكاثر من تلقاء نفسها، يتطلب لعملية التكاثر التكاثر داخل خلية العائل. أما السؤال الثالث فأطلب منكن التفكير فيه جيداً ثم إجابتي عليه. من منكن عزيزاتي الطالبات
يمكنها التمييز بين طريقة التغذية في الفطريات وطريقة التغذية في الإنسان. من منكن تستطيع إجابتي على هذا السؤال؟ نعم بالفعل عزيزاتي، إن الإنسان يتناول طعامه أولاً ثم يقوم بهضمه داخل الجسم، أما الفيروسات فلا يمكنها تناول الطعام قبل هضمه خارج أجسامها، حيث تقوم بإفراز إنزيمات هاضمة على المادة التي تريد التغذية عليها، وتحلل هذه المادة ثم تمتصها داخل الجسم بعد هضمها، على عكس الإنسان كما ذكرنا يقوم بأخذ الطعام أولاً ثم هضمه داخلياً داخل المعدة. أحسنتن عزيزاتي الطالبات، هنا أكون قد وصلت معكن لنهاية درس اليوم، وأيضاً قد أنهينا معنا الدرس الأول وهو بعنوان تصنيف الكائنات الحية. أتمنى منكن مراجعة الدرس جيداً وحل التقييم الذي سوف يرفق اليوم مع درس اليوم.